دكتور محمد، أمات الله مسألة الغازات شفاء الله عافاها، شفاء الله عافاها، تم الله عليها الشفاء والبسها ثوب الصحة والعافية يا رب. ويبدو أن في وساوس، تقول لو أنا في البيت هتوضأ أيا كانت المرات، المشكلة لو هي في الشارع أو يعني ونقول لها هذا انفلات ريح. انفلات الريح دائما ناخذ أساس المسألة على الاستحاضة أو في عمرة. نعم على الاستحاضة، انفلات الريح هو كالاستحاضة. ماذا الذي عليها؟ إذا أرادت الطواف تتوضأ قبل الطواف وتذهب تطوف وليس لها أي يعني مراجعة لنفسها مما يحدث، حدث انفلات محل انفلات. فالوضوء الأصيل هذا هو لأن طهارتها طهارة حكمية. نعم، يعني هذا الوصف طهارة حكمية، تتوضأ على حالها تلك. إذا أرادت الطواف تتوضأ قبل الطواف على حالتها تلك، ثم بعد ذلك تطوف، تطوف السبعة أشواط، ومهما حدث معها لا تخرج منها وتذهب تصلي، حتى لا تتوضأ للصلاة. ليش؟ لأن الصلاة هنا جاءت ضمنا للطواف. نعم، كالنافلة للفرض. جزاك الله خير. نعم، فتفعل ذلك. وأيضا إذا الصلوات عند دخول الأذان تتوضأ وتصلي الفريضة والنوافل التابعة لها فقط. نعم، وهكذا مع كل صلاة.